اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ مش وقت بوس خالص. انت لسه برضو زعلان منا يا كابتن محسن؟ لا انا مش زعلان، انا بس مقلق من المكان. ايه مقلق من ايه؟ يقفلوا يعني ويعملوا حركه نقص معانا؟ لا يعني المكان شيك قوي، وبعدين مكيف ودورين واساس في ميو، كباشتينه رايح وكباشتينه جاي، وعنطره اتنين ميه معدنيه دلوقتي، و13% خدمه يجي لك على الشيك. كل ده ليه؟ لله والوطن. لا طبعا، يعني انا بس يعني عايز ارجع العلاقات زي ما كانت جميله بينا انا وانت. طبعا يا محسن، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا محسن. يا سلام، والله وحشني جدا. عايز ترجع العلاقات؟ ها، بالمقالب اللي عملتها فيا، بالمقاص اللي اديتهولي في جوازة اختك، خليتني العب على ارض الخصم والجمهور معاك. الخصم كده يا محسن؟ شايف يعني ان انا خصم؟ عموما احنا عايزين خلاص بقى ننسى اللي فات ونفكر بقى النهارده. انا جاي لك عشان تلعب ماتش ودي. لا، عايز اضمك لفريقي. نمضي العقد. طلباتك؟ نباصي لبعض، نخدم على بعض في الملعب. بص يا سيدي، ليك عليا هفضي لك الدفاع خالص، وانت حر بقى، انت والجون وانت وشطارتك. هو صد الكوره؟ انا ماليش دعوه يا عم. الجون انا عارف علته، ما بيعرفش يصد ارضي. طب زي ما انا بقى ريحتك يا معلم في الدفاع، لازم تريحني بقى ايه في التحكيم ببولت الايس كريم اللي انت لابسها دي. مبروك عليك الكاس.